أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. فإذا أنتم منه توقدون. وهو الخلاق العليم. إنما إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله.